أخبار اليوم. رصدنا غياب أحد السائقين بجلب كمية كبيرة من مخدر هيروين دي في سوق التهريب، كمية كبيرة جدا داخل طفايات الحريق الخاصة بالسيارة الشاحنة اللي هو بيقودها، وجلبها من دولة المجاورة إلى العبارة ثم إلى ميناء نويبع. كنا رصدين وقدمنا اتخذنا الإجراءات القانونية وفتشنا السيارة وعثرنا على المخدرات داخل هذه الطفايات.